بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التقديم بدنا تمشيط من الاول 23 والدبابات والجراد وكلها بده والراجمات وعندنا نقدمه تكتيكي بشوي بشوي نقدمه النشط قدامنا بصراحه. ايوه المكان شنو نقتحم فيه هنا؟ المكان نقتحم فيه هذا مكان القناصة عمارات تقعد فيه القناصة مش عارف خش قاعد وقعدوا نعم الصراحه جيت. ايوه وان شاء الله عائلات تو عشرات وان شاء الله الضرب عليه جاب ايوه رحم الله اول واحد عليه حراره يا جماعه الكيلو راه معدلين وتوارق ونيجيريين وتشاديين وضرب على جلبه عليه الله يرحمه الله شفقه معش ما عاش فيه يعني خلاص لان هم كان والد فينا هم مش حيرحمونا ما مات ولذلك احنا بعطونا العائلات ان شاء الله ضرب عليه جلبه. ايوه والله اكبر ان شاء الله النصر قريب ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر. ايوه اعتبر انك مش عارف اللي حتى مو مش عارف قالوا هم سالناهم الدكاتره قالوا ما عندناش حد في الجيش عدوا قالوا الحين نخش منها ولكن في مرضى والمضروبين المتطوعين في ما ادريش عليهم ما عرفنا حد ولكن في دكاتره يعني المستشفى في ناس حالياً في ناس من سرت ضروري متاكدوا ضروري متاكدوا وخشوا داخل ومستشفى لكن يا جماعه راهو بشوي بشوي بتخشوا ناس عقالكم من بعضكم ما تهوروش وردوا بالكم خش ويا واحد مريض بحد يمسه الله اكبر ويا واحد مريض بحد يمسه ما فيش حد يمسه حد مجروح ما فيش حد يمسه ما حد يمسه ان شاء الله حتى انت بالجيش راهو ردوا بالكم بعضكم اسرع من شيء شو استعملوا اي حاجه راجعي راجعي شوي وصل حمزه وسام الله اكبر كرر يا اخويا كرر حمزه الله اكبر اسمع تو الحالات اللي داخل المستشفى كلمت الدكتور انا قال لي تو خلوهم نخلوهم معليش حتى ساعه ساعتين لين ان شاء الله المشط المستشفى بكامل الله لا نخش نخش من باب ثاني يا جماعه رجلك رجلك قدام رجلك اضرب الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا حكيم 30 كيف نديرو هنا؟ كيف مازلنا في مصراته بنديرو هنا؟ الله اكبر الله اكبر انا حماية الناس والجرحى ولا سير نطلعوه واحدة واحدة كبروا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تكبير الله اكبر تكبير الله اكبر 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 خلي يخش تمشيط بسم الله الرحمن الرحيم معكم هشام الحميدة مؤسسة وفاق ليبيا نحن الآن في مستشفى مدينة سرت لقد دخلت دوار ليبيا إلى داخل المستشفى وتم إيجاد الكثير والعديد من المرضى والجرحى في هذا المستشفى ومع طاقم الأطباء وتم إسعاف المصابين بحالات خطيرة من قبل الإسعافات الأولية الموجودة الخاصة بالدوار وبحمد الله رب العالمين تمكننا من السيطرة على كافة هذه المنطقة من منطقة واغادوغو وموقع واغادوغو إلى مستشفى المستشفى سر في سرت جايين بتحاربوا مصراتها تحسبوا روحكم انتوا تريس ليبيا الله اكبر ايوه
ما يمسك حد والله ما يقلبك حد ما تخافش وما يضحكوش عليكم احنا قاعدين هنا احنا كلنا زي بعضنا احنا ضربنا كلهم زي بعضهم لا ترى حول وحده تنشف حول قوه الله بسيطه بسيطه نسألك سؤال الكتايب كان هنا الصباح قصديك سؤال عادي انت جليح انت ما يقربك حد والله ما يمسك واحد بس نبيك تحكي لي على الموقف كيف امتى كان امتى طلعوا الكتايب الصبح في ناس جو طلعها في ناس حتى مو في ناس مو طلعها في ناس كانت هني معش قاعدة حق رب باي مش في كان جيش يحمي في المستشفى مع ولا ما فيش المستشفى وتم تحرير هذه المنطقة بإكمالها إلى أرض لكن تم تحريرها وما تزال المعارك ضارية هنا وما زالت الشباك كثيرة حتى الآن لم نعرف عدد الشهداء حتى الآن بالضبط ولكن رأينا استشهد أمامنا العديد والجرحى عديدين من الجرحى في وفاق ليبيا هشام بن حميدة